السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي عمر سليم، مؤسس بيم أريبيا، وشغال بيم مانجر ما يقرب مثلا من 15 سنة. وقبل كده كنت شغال في مجال الأوتوكاد أو الكاد، فمن المخضرمين اللي أدركوا الكاد وأدركوا البيم، مع احترامنا للجميع. يعني البيم نتج ليه أو ظهر ليه؟ ظهر نتيجة إن إحنا كنا محتاجين سيستم أو نظام يحل لنا المشاكل الموجودة. كان عندنا مشاكل كتيرة جدا ومش عارفين نحلها، فجي النظام البيم قال لنا انا عندي حلول سحريه للموضوع دوت. طيب، فكره البيم كانت ظهرت امتى؟ ظهرت سنه 1962. واحد اسمه دوغلاس انجلبرت عمل مقاله وقال ان احنا لو حطينا كل الداتا اللي موجوده في المشروع جوه الكمبيوتر، فده هيبقى يوفر لنا طريقه لاداره المشروع. يعني لو حطينا ان ده باب وده شباك وده حيطه وده كيبورد تري وده تكييف وهكذا، ف وحطينا كل المعلومات تمام، فده هيقول لنا مثلا الحصر قد ايه، هيقول لنا اماكن الكراشات قد ايه. لو انا عايز اتخذ قرار ممكن اعمل نموذجين واشوف ان الاحسن فيهم وهكذا. فالفكره كانت جميله جدا وعجبت الناس كلها، بس الكمبيوترات كانت نادره جدا وكانت غاليه جدا وكانت يعني صعب ان انت تشتغل عليها. فبدا التطور لحد مثلا بدا اول برنامج يتعمل كان سنه 84، وبعد كده ظهر الاركيكات 87 وهكذا. اللي بدأ يبقى ياخد النموذج ويعمل نموذج، وبدأنا نشوف حلول لمشاكل فضلت معانا عشرات السنين. تمام، يعني عندنا مشكلة مثلا التأخير في الوقت. التأخير في الوقت ده لما تيجي تبص لأسبابه هتلاقي حاجات كتير جدا، منها مثلا ان المالك ما يكونش متخيل المشروع، فكل شوية يعمل ريورك ويقول لا ده عدلوا التصميم. ممكن بعد ما تتخلص الحاجه يقول لك لا ده مش هو ده اللي انا عايزه، عيد التصميم. فده بيؤدي تاخير في الوقت وزياده في التكلفه والجوده بتبقى اقل وهكذا. تمام، انما لما بالبيم بقدر اوري له المبنى 3 دي، واقدر اوريه له فيرتشوال رياليتي واوجمانتد رياليتي، فلو عنده اي تعديل يعدله من قبل ما العمال يروحوا السايت. دي مشكله من ضمن المشاكل. كان من ضمن المشاكل ان وانا شغال بلاقي كليشيهات ما كنتش واخد بالي منها خالص، لان انا كنت شغال على 2D. فالبيم بقى اصبح بضغط الزر يقدر يقول لي فين المشاكل، ولو انا عرفت المشكله فين فانا كده تقريبا 80% من حل المشكله اتعمل، ناقص بس ان انا ارحل العناصر او ان انا احل المشاكل دي. في مشاكل كتيره جدا هو بدا يحلها، فاصبح اداه قويه جدا. اغلب المشاريع بقت اجباري لازم تشتغل بالبيم في دول كامله، زي سنغافورة، زي بريطانيا، زي كوريا الجنوبية، زي استراليا. أصبح إجباري لو أنت عايز تشتغل في المجال لازم تشتغل بيم. والموضوع أسهل، يعني أنت لما بتشتغل بالبيم بتتخيل المشروع فعلا حقيقي إزاي. وساعات كتير جدا الواحد مبيبقاش مطلوب منه المشروع بيم، مطلوب كاد، وهو بيعمله بيم وبعد كده يعمل له سبورت أو يصدره لنظام الكاد ويبدأ يكمل شغل عليه. فالموضوع جميل والموضوع ممتع، بتحس حتى ان انت بتلعب جيمز، وفي العاب كتيره من الجيمز بتبقى معتمده على نظام البيم. يعني بتعمل الموديل بتاعها في البيم وتاخده تحط بقى فيه المقاتلين بتوعك والالعاب بتاعتك والحاجات ديت. بتلاقي سهوله جدا في حل المشاكل وفي العثور على المشكله وفي الحصر الممل، بيصبح ان هو بيطلع تلقائي، بيفرغك ان انت تصمم، ان انت تبدع، مش ان انت عمال ترسم خط وتعمل اوفست وبعد كده تعمل فيلت وتاخد وقت كتير جدا في الرسم. لا، اصبح ان انت بتقوم بالشغلانه الاساسيه بتاعتك، الا وهي التصميم، وان انت تدور على حلول بديله. اصبح في اختراعات كتير جدا ما كانتش هتدخل في المجال بتاع المقاولات دوت من غير البيم، زي موضوع البرينتر 3 دي، زي موضوع السكان 3 دي، زي موضوع الاوجمانتد رياليتي والفيرتشوال رياليتي والروبوت وكل الحاجات ديت، يعني اجهزه كتيره جدا وتقنيات كتيره جدا ما كانش لها علاقه بالنظام بتاع البناء، الا لما جه البيم واصبح فيه 3 دي. يعني الفيرتشوال رياليتي لما دخله كانت 2 دي، هو مش هيقدر يوريني حاجه 3 دي، مش هيقدر يخليني احس بالمبنى واتخيل شكل المبنى يبقى عامل ازاي. هو بالبيم قدرنا نوصل لسهوله جدا في الشغل، واصبح المالك جزء لا يتجزأ من المشروع، وبيقدر يقول رايه وبيقدر يعمل تعديلات قبل ما نبدأ الشغل. وعندنا حاجة اسمها لاست بلانر، يعني اصغر عامل في المشروع فاهم دوره وفاهم عامل ازاي، بنشرح له بان هو يشوف الحاجة 3 دي، فبيبقى متخيل تماما شكل المبنى، ممكن اوريله مخططاته وهو مش قادر يستوعبها. فاصبح حتى غير المهندسين بيبقى فاهم اللغة، اصبحت اسهل بالنسبة له ان هو يتخيلها.
العقل والعين والحاجات دي بتدرك بسهوله جدا لما تكون حاجه قدامها 3D، ودلوقتي في البام في 4D فتشوف المبنى وهو بيتبني. فتكنولوجيا كتير جدا استفدنا منها، وده بفضل التكنولوجيا البيم. فعشان كده احنا متبنيينها وبنحاول ان احنا ننشرها على اساس نوفر لبلدنا الاهدار اللي بيحصل في المواد الخام. جزاكم الله كل خير والف شكر.